النهاردة يا حبايب قلبي عملت وصفة جميلة جدا جدا للبطاطا. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. يلا بينا نتفرج على الفيديو واحنا عملنا البطاطا الحلوة دي ازاي، والطريقة بتاعتها اتعملت ازاي. جميلة جدا وتحفة وطعمها خرافة وهتعجب اولادك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايب قلبي، شرفتوني ونورتوني في قناة اسأل مجرب مع أم يوسف. وصفتنا النهاردة سهلة جدا جدا ومفيدة جدا جدا لأسرتك. أول مكون معانا وهو الأساسي البطاطا. البطاطا يا حبايب قلبي قشرتها وغسلتها كويس، وإن شاء الله وهنقطعها قطع صغيرة مكعبات صغيرة، وهنضيف لها لبن لبن وسكر. السكر دي اختياري حسب الرغبة، حسب انت بتحبها مسكرة ولا سكرك عادي. يا حبايب قلبي بعد ما قطعت البطاطا معانا مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، هناخدها بقى هنحطها على النار، هنرفعها على النار، هنحط حوالي 5 كوبايات مية. حطنا حلة على النار اهو، هنحط فيها 5 كوبايات مية وهنسيب المية مجرد ما تغلي معانا هننزل فيها البطاطا. وبعد ما المية غلت معانا يا حبايب قلبي ضفنا حطنا لها البطاطا وهنحط معاها كوباية السكر. السكر هيساعدها على ان هي تستوي بسرعة. حطت معاها كوباية سكر، وطبعا زي ما قلت لكم السكر دي اختياري، وهنغطي عليه وهنسيب البطاطا لما تستوي معانا. وبعد كده يا حبايب قلبي بعد ما استوت معانا طلعتها من المية وهرستها، لازم ان تتهرس حلو كويس، هرستها بالهراسة. وبعد كده طبعا المية بتاعت البطاطا مش هتترمي ان هي كلها نشويات اهي يا حبايب قلبي، سبت المية بتاعتها طلعت طبعا منها البطاطا وسبتها، وهنستخدمها برضو ان المية بتاعتها ما شاء الله جميلة جدا. طبعا المية كانت بتغلي معانا ضفت عليها اللبن، ومجرد ما اللبن برضو يغلي معانا هنسيب اللبن والمية يغلوا مع بعض. وبعد كده يا حبايب قلبي الخطوة التانية نعملها، هنضيف البطاطا المهروسة في قلب اللبن. اي حبايب قلبي بعد ما اللبن غلى معانا ضفت عليه البطاطا طبعا، وهنفضل نقلب تقليب مستمر، وهنفضل نقلب كتير عشان البطاطا تتهرس معانا مع اللبن. الطريقة دي بتبقى جميلة جدا جدا في البطاطا، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. وبعد كده يا بنات معانا 6 معالق نشا دوبتهم بشوية مية، وهنضيفهم على البطاطا. 6 معالق نشا، ضفت النشا الوقت على البطاطا، وهنضيف لها ايه طبعا يا حبايب قلبي انا ضفت لها كوباية ونص سكر وورقتين فانيليا. اي حبايب قلبي بعد ما البطاطا تقلت معانا ما شاء الله جميله جدا وريحتها روعه، زي ما قلت لكم نضفت لها فانيليا ورقتين فانيليا. وهي بنات الشكل النهائي لطبقنا النهارده ما شاء الله جميله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وزي ما قلت لكم لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. واسيبكم في رعاية الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.